طيب تعالوا نحكي في الديورال فولز. دي أصعب فترة في شرح هذه المحاضرات، لأن لازم أصور وأشرح وأمسك موديل وأشرح عليه، فأنا ماشي على الحبل، فمعلش سامحوني لو في حاجة مش واضحة، بس إن شاء الله كله يبقى واضح بإذن الله. The dural folds, these are membranous folds inside the cranial cavity. دي عبارة عن حواجز جوه الكرينيال كافيتي. مين اللي عملها؟ Produced by the inner layer of the dura mater between the different parts of the brain. يعني الديورال فولدز حواجز اتعملت بالإينر لير اوف ذا ديورا ما بين أجزاء البرين المختلفة. طيب إيه الوظيفة؟ They divide the cranial cavity into compartments. دول الحواجز دي كأنها بتقسم الكرينيال كافيتي، تجويف السكال، إلى مناطق compartments to minimize the effects of vibrations and shocks on the brain. الهدف منها تقليل أي مشكلة ممكن تحصل نتيجة صدمات يتعرض ليها البرين أو اهتزازات يتعرض ليها البرين. ثانيا الديورال فولد دي support the different parts of the brain، يعني بتعمل support لأجزاء البرين المختلفة. الديورال فولد دول يشملوا أربعة هنتكلم عنهم: حاجة اسمها فالكس سيريبراي، حاجة اسمها تينتوريوم سيريبلاي، حاجة اسمها فالكس سيريبلاي، وحاجة اسمها دافراجما سيلي. فالكس سيريبراي، فالكس سيريبلاي، تينتوريوم سيريبلاي، اند دافراجما سيلي. طيب الديورال فولد عبارة عن ايه؟ عندي فولد هنا موجود بين التو سيريبرال هيمسفيرز اسمه فالكس سيريبراي، وعندي فولد هنا بالعرض كده اسمه تينتوريوم سيريبلاي. يعني لما نيجي نشوف المنظر ده، ادي فولد هنا، الفولد ده اسمه فالكس سيريبراي، والفولد اللي هنا اسمه تينتوريوم سيريبلاي. عشان نتخيل تعالوا نشوف هذا المنظر. ايه هذا المنظر؟ هذا المنظر عبارة عن الديورال فولدز. افترضوا معايا ان انا عندي تو سيريبرال هيمسفيرز هنا، عندي هنا سيريبرال هيمسفير وسيريبرال هيمسفير، في سيريبرال هيمسفير موجوده هنا وفي سيريبرال هيمسفير موجوده هنا. فهذا الديورال فولد موجود فيرتيكال فولد فاصل التو سيريبرال هيمسفيرز عن بعض، فيرتيكال فولد فاصل التو سيريبرال هيمسفيرز عن بعض. وعندي تحت سيريبرال هيمسفيرز هنا في سيريبلر هيمسفيرز، برضو في فولد هيفصلهم عن بعض، هيفصل التو سيريبلر هيمسفيرز عن بعض. وعندي الفولد ده اللي هو بالعرض، هذا الفولد اللي بالعرض ده هيفصل السيريبرال هيمسفيرز اللي فوق عن السيريبلر هيمسفيرز اللي تحت. تاني خليكم معايا، انا عندي ادي الديورال فولدز، في فيرتيكال فولد اللي هو ده فاصل التو سيريبرال هيمسفيرز عن بعض، يبقى هذا الفيرتيكال فولد اللي فاصل التو سيريبرال هيمسفيرز عن بعض ده بسميه فالكس سيريبراي. عندي تحت ده اللي هو الفالكس سيريبلاي، ده هيفصل التو سيريبلر هيمسفيرز عن بعض، هنا واحده وهنا واحده. ثم عندي ده اسمه فالكس سيريبلاي، عندي هذا الفولد العرضي ده وده، هذا الفولد العرضي ده وده، هذا الفولد العرض بيفصل السيريبرال هيمسفيرز اللي فوقيه عن السيريبلر هيمسفيرز اللي تحتيه. هذا الفولد العرضي اللي عندي هنا ده بسميه تينتوريوم سيريبلاي، كانه عامل تنت او خيمه فوق السيريبل. يبقى عشان نجمع قصه تاني ونحكي عليها، اتمنى الموديل ده يكون قرب لكم المعلومه لذهنكم. عندي فيرتيكال فولد فالكس سيريبراي بعد او فصل التو سيريبرال هيمسفيرز عن بعض، عندي فيرتيكال فولد اخر اسمه فالكس سيريبلاي فصل التو سيريبلر هيمسفيرز عن بعض، وعندي فولد بالعرض بقى، ده بقى بالعرض، هذا الفولد اللي بالعرض اللي هو ده واللي هو ده تينتوريوم سيريبلاي، هيبقى ترانسفيرس بارتيشن او حاجز عرضي ما بين التو سيريبرال هيمسفيرز اباف اند التو سيريبلر هيمسفيرز بيلو. طيب فدول هما الديورال فولدز. تعالوا نحكي على الاول اللي هو الفالكس سيريبراي. ادي الفالكس سيريبراي اهو، ده هو الفالكس سيريبراي. بنقول ده فالكس سيريبراي is large sickle shaped او crescent shaped. هذا الفالكس سيريبراي
سيكل شيبد او كريسنت شيبد، يعني ده عبارة عن شكله بنقول منجلي الشكل او سيكل شيبد. مكانه فين؟ It lies between the two cerebral hemispheres in the median longitudinal fissure. انا عندي في شق بين التو cerebral hemispheres سميناه median longitudinal fissure. فهذا الفالكس سيربراي، انا لو عندي هيمسفير هنا وهيمسفير هنا كان في شق ما بينهم اسمه ميديا لونجتودينال فيشر، فهذا الفولد هيدخل في هذا الشق اللي هو الميديا لونجتودينال فيشر. So the falx cerebri lies between the two cerebral hemispheres in the median longitudinal fissure. It has two ends and two borders. يعني زي ما انتم شايفين هذا الفالكس cerebri it has two ends. It has anterior end. It has posterior end. It has upper convex border. And it has lower concave border. So it has two ends and two borders. أولا the upper convex border. ده الـ upper convex border اللي هيبقى هنا. It is attached to the sagittal sulcus. يعني الـ upper convex border ده شبك في الـ skull. شبك فين؟ في sagittal sulcus. Sagittal sulcus ده sulcus اللي موجود في الـ skull cap. في الـ vault of the skull في الـ upper part. يبقى هذا الـ upper convex border is attached to the sagittal sulcus on the inner surface of the skull cap ويحتوي في داخله sinus. خدوا بالكم هنا هنلاقي ان الفولز دي بتحتوي في داخلها venous sinus. بصوا الفين الازرق اللي ماشي جواه ده اسمه superior sagittal sinus. قابلناه كتير، ده اللي جبنا سيرته زمان واحنا بنتكلم في اول محاضرة في السكال لما قلنا ان احيانا بنستخدم الفونتانيل for intravenous injection in superior sagittal sinus. يبقى انا عندي هنا ماشي، خدوا بالكم دول تو لايرز، الديورال فولد تو لايرز. فهنا هنا in the upper convex border في venous sinus ماشي هنا in the upper convex border في venous sinus ماشي هنا in this upper convex border في venous sinus ماشي، ده اللي بسميه superior sagittal sinus. So the upper convex border of this falx cerebri is attached to the sagittal sulcus on the inner surface of the skull cap and encloses the superior sagittal sulcus. معلش الموبايل اللي بسجل بيه وقع، رجعني تاني عشان نكمل المحاضرة. طيب ده الـ upper convex border. عندي lower concave border، يعني هنا زي ما اتفقنا عندنا هنا ايه، عندنا lower concave border اللي هو ده بقى free، يعني ده مش شابك في حاجة، ده free and encloses inferior sagittal sinus. يعني لو ناخد بالنا هنا هذا lower concave border ده free and encloses smaller sinus. sinus أصغر شوية اسمه inferior sagittal sinus. طيب عندي ايه تاني؟ عندي anterior end. الانتيرير end دي شبكة فين؟ دي شبكة قدام هتشبك هنا في الفرونتال كريست والكريستا جلي. ده anterior end او يعتبر الابيكس هيشبك في الفرونتال كريست او الكريستا جلي. الانتيرير end دي هتشبك في الفرونتال كريست او الكريستا جلي. وعندي البوستيرير end او البيز. سوري يا شباب. البوستيرير اند او البيز ده، البوستيرير اند او البيز ده شابك فين؟ ده شابك في ده. هو ده مين؟ ده التنتوريوم سيربيلاي. يبقى هذا البوستيرير اند او البيز اتاتش تو ذا ابر سيرفيس اوف تنتوريوم سيربيلاي. فبنقول ذا ابر سيرفيس او البيز او البوستيرير اند از اتاتش تو ذا ابر سيرفيس اوف تنتوريوم سيربيلاي. خد بالك بقى من حاجه، انه عند التقاء الفالكس سيربراي مع تنتوريوم سيربيلاي في ساينس ماشي هنا، في ساينس ماشي هنا عند التقائهم. الساينس اللي ماشي هنا عند التقائهم ده بسميه ستريت ساينس. يبقى انا هنا عند التقاء الفالكس سيربراي مع التنتوريوم سيربيلاي هيمشي جواه ستريت ساينس. يبقى اتفقنا we have upper convex border attached للسجتال سالكس واحتوى superior sagittal sinus.
inner concave border which is free, encloses the inferior sertial sinus, anterior end attached to the frontal crest to crest galli, posterior end which is attached to the upper surface of the tentorium cerebelli, واحتوى في داخله straight sinus. عشان كده لو جيت سألتك وقلت لك how many sinuses, how many venous sinuses are enclosed within the falx cerebri, هتقولي كم واحد؟ هتقولي ثلاثة. superior sertial sinus in the upper convex border, inferior sertial sinus in the lower concave border, and the straight sinus عند التقاء الفالك سبراي مع التنتوريوم سيربلاي. طب ايه relations right and left surfaces facing medial surface of both cerebral hemispheres؟ يعني خد بالك ان هذا الفالك سبراي الميديال سيرفيس الليفت سيرفيس اللي هنا والرايت سيرفيس اللي هنا باصص لايه؟ هنا في السيربرال هيمسفير فده ملامس الميديال سيرفيس اوف سيربرال هيمسفير وده ملامس الميديال سيرفيس اوف ذا ليفت سيربرال هيمسفير. سو ذا تو لاترال سيرفيسز ذا رايت اند ليفت ار ريليتد تو ذا ميديال سيرفيس سيربرال هيمسفيرز. وقلنا هنا كمان هذا اللور كونكيف بوردر نايم على ايه؟ فاكرين الستركتشرز اللي ربط التو سيربرال هيمسفيرز مع بعض اللي كان الكوربس كالوزم؟ فهذا اللور كونكيف بوردر نايم او مريح على مين؟ مريح على الكوربس كالوزم. الفولد الثاني هو الفالكس سيربلاي اللي هو ده اللي تحت ده بقى الصغير اللي هنا ده. ده هو الفالكس سيربلاي. ده فيرتيكال فولد برضو بالطول ده فيفصل التو سيربيلر هيمسفيرز عن بعض. So it is a small sickle shaped fold that lies between the two cerebellar hemispheres. ليه بيز superiorly attached to the tentorium cerebelli؟ اهو واضح ان البيز او superior border بتاعه شابك فين؟ شابك في الانفيرير surface of the tentorium cerebelli. وليه apex narrow attached to the margin of the foramen magnum؟ يعني دي an apex anterior margin شابك فين؟ في المارجن of foramen magnum. وليه posterior border attached to the internal occipital crest ويحتوي في داخله ايه؟ occipital sinus. وليه anterior border free؟ يعني ايه؟ يعني ادي الفالكس معلش بقول لكم شيء صعب جدا شيء صعب جدا الشرح بهذه الطريقة بس we will do it. فبصوا كأن الفالكس سيربلاي ده اهو ليه anterior border وليه posterior border وليه lower border وليه upper border. الأبر border اللي هنا او بنعتبره البيز ده attached للinferior surface of the tentorium cerebelli. البوستيرير بوردر اللي هو هنا ده البوستيرير بوردر اللي هو هنا ده او اللور بوردر اتاتش للانترنال اوكسيبيتال كريست. وهنا بيبقى ماشي هنا في اللور بوردر ده اوكسيبيتال ساينس. عندي ايبكس من الامام عندي ايبكس شابك في المارجن اوف ذا فورام ماجنوم والانتيرير بوردر معلش لن أيأس. والانتيرير بوردر اللي عندي ده فري مش شابك في حاجة. يعني تقدر تقول الفالكس سيربلاي أهم حاجة إن الأبر بوردر بتاعه attached للإنفير سيرفيس أوف تنتوريوم سيربلاي واللور بارت بتاعه شابك في الإنترنال أوكسيبتال كريست. وقلنا هنا عند اللور بوردر في أوكسيبتال ساينس. طب هل في ساينس تانية؟ هنا برضو عند التقائه مع التنتوريوم سيربلاي الساينس المشهور اللي موجود هنا هو ستريت ساينس. فلما نيجي للريليشنز الرايت والليفت سيرفيسز fit in the cerebellar sulcus related to cerebellar vermis. يعني الرايت سيرفيس والليفت سيرفيس بتاع الفالكس سيربلاي related للفيرمس او الميديان ستراكشر اوف ذا سيربيلم اون ذا رايت سايد اند اون ذا ليفت سايد. تالت ديورال فولد هو التنتوريوم سيربلاي. التنتوريوم سيربلاي اهو ده احنا هنا قاطعين نصه الناحيه دي لكن هو موجود هنا. فده فولد عرضي فوقيه السيربرال هيمسفير وتحتيه السيربلر هيمسفير.
فلما نيجي للتنتوريوم سيربلاي هنقول it is horizontal، ده بقى بالعرض tent shaped، عامل زي الخيمة tent shaped fold that lies between the two cerebral hemispheres above and the two cerebellar hemispheres below forming a horizontal roof for posterior cranial fossa. يعني هو كأنه مغطي ايه؟ مغطي posterior cranial fossa دي كلها. هذا التنتوريوم سيربلاي فولد عرضي فوقيه هنا التو سيربرال هيمسفيرز وتحتيه هنا التو سيربرال هيمسفيرز، فهذا الفولد العرضي هو التنتوريوم سيربلاي. It has two borders، يعني لو بصيت معايا على التنتوريوم كده لما ابص ليه من فوق، It has an outer convex border وده هيبقى attached و inner concave border وده هيبقى free. يعني هذا التنتوريوم سيربلاي اللي عندي هنا ده ليه outer convex border ده يبقى attached، ده يبقى شابك في السكال، وليه inner concave border ده يبقى free مش شابك في حاجة. تعالوا نشوف كده واحدة واحدة. It has an attached margin، هذا ال outer convex border ده attached margin، شابك فين؟ It is attached on each side to the margins of the transverse sulcus. هيجبه كان عن transverse sulcus وهو ماشي هنا شابك في transverse sulcus، يحتوي في داخله venous sinus اسمه transverse sinus. يعني هو الجزء ده شابك في transverse sulcus وماشي جواه هنا، ماشي جواه هنا transverse sinus. وبعدين attached لل upper border of petrous part of temporal bone، يعني هو شابك هنا في transverse sulcus وكمل بقى شابك في ال upper border of petrous part of temporal bone وهو ماشي هنا، احتوى في داخله superior petrosal sinus. وخلص هنا عند بروسس صغيرة هنا، منطقة هنا اسمها posterior clinoid process، posterior clinoid process. يبقى هذا ال attached margin اللي عالجنب اللي هو ده هيشبك هنا في transverse sulcus ثم يشبك في upper border of petrous part of temporal bone، اخر حتة منه تشبك في posterior clinoid process. يبقى هذا ال attached margin شبك هنا في transverse sulcus واحتوى في داخله transverse sinus ثم gets attached to the upper border of petrous part of temporal bone واحتوى في داخله superior petrosal sinus واخيرا وصل للنقطة دي اللي هي posterior clinoid process. ده هو ال attached margin of tentorium cerebelli اللي هو ده، يعني هو شبك هنا في transverse sulcus واحتوى transverse sinus ثم شبك في الأبر بوردر في بيتريس بارت في تمبرال بون واحتوى هذا الساينس اللي هو سوبير بتروزال ساينس لغاية لما وصل للبوستيرير كلينويد بروسس. ليه ميديال فري مارجن اللي هو ده ميديال فري مارجن؟ الميديال فري مارجن سواء من الناحية دي أو من الناحية دي، يعني هذا الميديال فري مارجن اللي هو هنا ده هيعمل لي نوتش، يعمل لي حتة داخلة لجوه، ده بسميه تنتوريال نوتش. يعني الميديال فري مارجن في المنطقة دي يعمل لي نوتش، دي بسميها تنتوريال نوتش. الميديال فري مارجن دي شبكة في الانتيريور كلينويد بروسس، يعني الميديال فري مارجن دي تطلع تشبك هنا في الحتة دي اللي اسمها انتيريور كلينويد بروسس. سو ذا ميديال فري مارجن اللي هو ده باوندز يو شيبد اوبننج، حوط فتحة، حوط الفتحة دي اللي موجودة فيه كولد تنتوريال نوتش اند ات از اتاتشد to the anterior clinoid process. يعني الميديال فري مارجن ده شابك في الانتيريور كلينويد بروسس، هيبقى ماشي كده. مين هيعدي هنا في التنتوريال نوتش؟ الميد برين ويكمل باقي البرين ستيم. يعني اللي هيعدي هنا في هذا التنتوريال نوتش هو الميد برين، اعلى جزء من البرين ستيم. ريليشنز، ذا سوبيريور سيرفيس از ريليتد لمين؟ اوكسيبتال لوب اوف سيربرال هيمسفير. يعني مين اللي نايم على التنتوريوم سيربلاي من فوق؟ الموست بوستيرير بارت في السيربر مسفير، يبقى اللي نايم على الابر سيرفيس اوف تنتوريوم سيربلاي ده اوكسيبيتال لوب اوف ذا سيربرال مسفير. طب الانفيرير سيرفيس ريليتد لايه؟ طبعا الانفيرير سيرفيس ريليتد للسوبيرير سيرفيس اوف سيربلر هيمسفير. يعني الابر سيرفيس ده ريليتد للاوكسيبيتال لوب اوف سيربرال هيمسفير، بينما الانفيرير سيرفيس السطح السفلي اللي تحت، انا عندي هنا، لو انا عندي هنا التنتوريوم، هذا التنتوريوم تحتيه هنا في مين؟ تحتيه الابر سيرفيس اوف سيربلر هيمسفير.
At the point of crossing of its two margins, خدوا بالكوا انا بيبقى عندي هنا ال attached margin والfree margin بيعدي فوق ال attached margin عشان يشبك في ال anterior canoid process. يعني ال attached margin بيبقى شابك هنا والfree margin هيبقى جاي كده وهيعدي فوق ال attached margin عشان يشبك في ال anterior canoid process. ففي هنا لو ده هنا الfree margin وهنا ال attached margin, الفري مارجن في طريقه للانتيريور كنويد بروسيس عمل كروسنج على الاتاتشد مارجن. فالبوينت اوف كروسنج اوف ذا فري اند اتاتشد مارجن بنقول ات ذا بوينت اوف كروسنج اوف ذا تو مارجن ذا ثيرد اند فورث كرينيال نيرفز ار ريليتد الثيرد ان فرونت اوف ذا بوينت اوف كروسنج اند ذا فورث ات بوينت اوف كروسنج. بنلاحظ هنا عند نقطه مرور الفري مارجن فوق الاتاتشد مارجن هنلاحظ اثنين كرينيال نيرف موجودين. الكرينيال نيرف الرابع موجود at the point of the crossing بينما الكرينيال نيرف الثالث هيكون موجود قدام ال point of crossing. خدوا بالكم دول رايحين فين. الكرينيال نيرف الثالث والرابع طالعين من الميد برين وهيروحوا يخرجوا في الفرامنة بتاعتهم من السكال. يبقى تاني لو انا عندي هنا ادي هنا ال attached margin, الفري مارجن في طريقه للانتيريور كنويد بروسيس هيعبر فوق ال attached margin فيعمل point of crossing. عند البوينت اوف كروسنج هيكون موجود الفورث كرينيال نيرف وقدام البوينت اوف كروسنج هيكون موجود الثيرد كرينيال نيرف. These are the important relations of the tentorium cerebelli. طيب these are the relations of the tentorium cerebelli. رابع ديورال فولد هو ده فراجماسيلي. ده بقى فولد صغير قوي, ده موجود هنا, ده فولد بالعرض. الحته دي المنطقه دي دي بنسميها هايبوفيزيال فصة, دي اللي بينام فيها او بيقبع فيها البيتويتري جلاند. فانا عندي ترانسفيرس فولد هيبقى ماشي بالعرض كده, هيفصل البرين اللي فوق عن البيتويتري جلاند اللي تحت. يعني انا عندي الدفراجماسيلي ده يبقى فولد بالعرض كده تحتيه البيتويتري جلاند وفوقيه البرين. شابك فين؟ هو من الامام شابك في الانتيريور كنويد بروسيسز اللي هم دول, وبوستيريور شابك في البوستيريور كنويد بروسيس اللي هم دول. يبقى عندي هنا ما بين الانتيريور كنويد بروسيس والبوستيريور كنويد بروسيس في فولد هنا شابك هيفصل البيتويتري جلاند اللي تحتيه عن البرين اللي فوقيه, ده بسميه ده فراجماسيلي. ليه؟ عشان المنطقه دي كلها ممكن نسميها سيلا ترسيكا في السكال, بنسميها سيلا ترسيكا, فده الدافرام اللي عاملها. طيب هل ممكن نفصل البيتويتري جلاند اللي تحتيه عن البرين اللي فوقيه تماما؟ لا, لأن لازم يفضل اتصال زي ما عرفته في الاندوكراين موديول, لازم اتصال ما بين البيتويتري جلاند والبرين, هايبوثالامس اوف ذا برين. عشان كده بنقول هذا الدافراجماسيلي is pierced in its middle by the infundibulum of the pituitary gland. هيبقى فيه فورامن في النص, خرم كده في النص, ده هذا الفورامن ده بيعبر من خلاله للانفانديبلم اوف بيتيتري جلاند ويتش كونكتس ذا جلاند وذ ذا بيز اوف ذا برين وبالاخص وذ ذا هايبوثالامس. بنقول ان الدافراجماسيلي ده بيحتوي في داخله, يعني لو هو فولد بالعرض كده موجود قدام هنا انتيرير انتر كافيرنس ساينس وموجود بوستيريور هنا بوستيرير انتر كافيرنس ساينس, دول موجودين جوه الدافراجماسيلي. طيب what about the venous drainage of the dura? ال venous drainage of the dura في meningeal veins بتروح لل venous dural sinus بنتكلم عليهم, وفي diploic veins. ال diploic veins دي عبارة عن veins مخصوصة لل bones of the skull. يبقى ال dura بيحصل لها venous drainage عن طريق ال meningeal veins اللي هي بتعمل venous بتصب في ال venous dural sinus أو عن طريق ال diploic veins. كأبلايد أناتومي ذا سكال تروما, إصابات السكال may lead to some injuries such as ممكن يحصل إكسترا ديورال هيمرج, ممكن يحصل سب ديورال هيمرج, ممكن يحصل إنجري للبلاد فيسلز خارج الديورا يعمل إكسترا ديورال هيمرج. This is less common, يعني الإكسترا ديورال هيمرج is less common usually of the arterial origin. غالبا لما بيحصل إصابة للبلاد فيسل خارج الديورا بيكون مصدره artery due to the injury of the middle meningeal vessels. فاكرين الميدل مينجل فيسز لما اتكلمنا عليها وقلنا انها لو اصيبت بتتفتح وبتعمل بليدنج وبتجمع بلد مكان التيريون بيضغط على الموتور اريا اوف ذا برين وده يؤدي الى سيريبرال كومبريشن. يعني غالبا الاكستريال هيمرج مصدره ارتري, وغالبا اكتر حاجه معرضه لكده هو الميدل مينجل فيسز
اللي كان بيعمل هيماتوما أو تجمع دموي بيضغط على الموتور أوريا أوف ذا برين وبيعمل مشكلة في الأوبزيت سايد أوف ذا بودي وده يؤدي إلى سيربرال كومبريشن. قد يحدث سب ديورال هيمورج يعني مش تحت الديورة. This is more common. ده أكثر شيوعا and usually of venous origin. هنا غالبا مصدره injury veins also has cerebral compression signs. برضو هتؤدي إلى انتاج كأن حصل ضغط على البرين. هيحصل cerebral compression signs. RBCs are commonly present in the CSF. في هذه الحالة ممكن نلاقي بعض الريد بلاد سيلز موجودة within the CSF. طيب نيجي للديورال فينوس ساينسز. لازم اتوقف هنا في اخر هذا الجزء. لازم اخد بريك بعد الجزء المتعب جدا اللي فات. اوكي ناخد بريك كده ونكمل الجزء الثالث من هذه المحاضرة الطويلة والمهمة عشان نتكلم على الديورال فينوس ساينسز.